معانا تليفون مهم جدا. قول الو. الو الو الو، ازيك يا شعبندر؟ ازيك يا ثروة؟ هو كل واحد ليه ليه دخله يعني، كل واحد ليه دخله. اهلا بيك، منورنا، كل سنة وانت طيب. الله يخليك يا كابتن، والله العظيم كل سنة وانتم طيبين. استاذ محمد زرد منورنا، امانة يعني حبيبي، وحشتني حبيبي يا شعبندر. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله حبيبي. خلصت عرض؟ يا حبيبي، ان امبارح كان اخر يوم، بعد كده احنا خميس وجمعه من كل اسبوع بقى. باذن الله هجي لك يا حبيبي باذن الله. نتكلمنا بقى يعني، تتفرج علينا ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. استاذ محمد، كلمنا بقى علاقتك مع الاستاذ بيومي فؤاد، علاقتك عامله ازاي وشايفه ازاي؟ احنا كلنا بنحبه طبعا وبنقدره، عايزين نعرف ايه يعني. بص، الشعبندر يعني هو استاذ من الاول يعني، فاهم؟ هو استاذنا حبيبي. عايز اقول لك ان انت معاك فنان من طراز فريد. ده حقيقي. قليل اول لما تلاقي فنان زيه ويعرف يتلون ما بين كل حاجه، ما بين الكوميدي وما بين التراجيدي. لا لا يعني شعبندر احنا بنتعلم منه، لان انا فاهم ان شعبندر تجار الكوميديا حبيبي. والله بامانه يعني مثلت معاه كتير. ايه مثلت معاه كتير؟ ده من قمه متعتي اللي انا امثل مع الحاج يعني، اكيد يعني طبعا يعني انا ببقى سعيد جدا ان انا بمثل معاه، وبيبقى في كيمياء بيننا وبين بعض كده، لان احنا سنه عارفين بعض من زمان، فالدنيا جميله جدا، بحس بسعاده جميله جدا وانا بمثل مع الشعبندر عموما. حبيبي ما بيبقاش صعب في الشغل؟ انا برضو في نقطه، الناس اللي يعني بحس ساعات ان الناس بتبقى الكوميديا ديت بيبقى بتاخد خط ان هو مش صعب في الشغل معاه يعني، بتبقاش الدنيا عايز على كل كلمه لازم تقف، لا ونعيد دي ونزيد دي، لا ممكن تبقى احسن، طب نغير كده، ما بيبقاش الشغل. حضرتك بنتكلم على مين؟ على استاذ بيومي فؤاد؟ طبعا. لا انت حاجه غلط ولا غلط؟ لا انت حاجه غلط ولا ايه؟ دي معلومات غلط. استاذ بيومي فؤاد شارك جدا جدا جدا، وعايز اقول لك الارتجال 10 على 10 فاهمني، وبالنسبه للافيهات بتبقى حاضره وزين وحاضر كل جديد. الورق اللي احنا بنخش بيه ده مش ممكن ما يكونش هو اللي مكتوب، بيبقى حاجات احنا عاملينها كمان. الافكار بتبقى جديده، الحاجات ذات نفسها بتبقى حلوه، اللوكيشن ذات نفسه بيبقى يعني بيتمنى ان هو بيومي فؤاد يبقى موجود في اللوكيشن. فالدنيا مش لا 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 خالص، انا ما اظنش ان انت جمعت معلومات مهمه جدا. لا انا ده توقعي يعني، على فكره ده كنت متوقع ان هو، لا بالعكس، انا في وجهه نظري النجاح ما بيجيش بسهوله، النجاح دايما بيبقى فيه تعب. طبعا انه بيطلع بالكلام ده طبعا ان تايم، ده موهبه من عند ربنا. لكن كنت شايف كمان انه لا، ان هو لسه كان بيقول لنا لا احنا ممكن نعيد مره واثنين وده يبقى احسن، والفكره نفسها بتاعت المشهد تتغير، هو شايف ان المشهد يتغير بشكل افضل فبيعرض الكلام ده. فالموضوع طبعا اللي بكلمك فيه يعني، اللي بكلمك فيه ما بيتمسكش باللي هو يقول لك لا ده مكتوب لو كان ده كله، لا ممكن المشهد يتغير فعلا وممكن نعيده مره واثنين وثلاثه، ده في حد ذاته حاجه جميله جدا. في ممثلين يقول لك لا مش هعيده ثاني، او مثلا لا مش هغير حاجات او الكلام ده كله. لا بيومي فؤاد جميل جدا في اللوكيشن، وبنعيد مره واثنين وثلاثه حبيبي، وحسب الحاجات اللي هي تبقى لازم تبقى طالعه اي وان وطالعه مش مبتذله وطالعه الكوميديا واصله من القلب للقلب. طبعا ده بحد ذاته ما وانت كمان يا محمد الحقيقه، وانت كمان في الشغل لا بعتبر ان هي مرونه جميله جدا، او مرونه التعامل مع الممثلين او مع حتى الكاميرا بتبقى. استاذ بيومي لو ما كانش ممثل كان يبقى ايه؟ شهبندر. لا هو ايه موضوع الشهبندر؟ انا مش فاهمه قوي يعني. ثروة بتطلع عليا اسم انا بحبه جدا، شهبندر تجار الكوميديا. وبنقعد مع بعض على طول، يقول لي اخبار الافيهات ايه يا شهبندر يا حبيبي. فاقول له المراكب جايه في السكه والكلام ده عليه بيتفاجئ، والمراكب المراكب في الطريق. المراكب في الطريق والكلام ده هو اللي طلع عليا ديت، ومن الالقاب اللي انا بحبها قوي 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 يعني. وبدأت تنتشر في الوسط يعني. استاذنا حبيبي يا ثروة، نشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك.